يعني فاق التوقعات، حجم النجاحات اللي تحققت لهذا الجيل العملاق من اللاعبين مع الكابتن حسن شحاته، فاق كل التوقعات، فاق التوقعات واستمر حتى بعد انا ما سبت الاتحاد. يعني النتائج القرار وانا موجود وبعد انا ما مشيت استمرت. شوف حضرتك لدرجه ان لما كانت ناس بتنتقد بس المرحله دي تقول طب يا جماعه ما وصلوش نهائيات كاس عالم، يترد عليهم يتقال لا، لعبوا مباريات عالميه من افضل ما قدمنا امام ايطاليا والبرازيل، افضل من ادائنا الباهت في بطولات كاس عالم شاركنا فيها. لا اصل هو التقييم بالوصول لكاس العالم، احنا عدد مرات الوصول لكاس العالم تعد على الصوابع يعني، فمش مش مش محل. لا وظهورنا الاخير كان باهت جدا يعني، الجمهور كان حزين لانه كان شايف انه ممكن نقدم افضل من كده على الاقل في الدور الاول، ما كانش ده الشكل المتوقع لمنتخبنا او اللي نتمناه لمنتخبنا، ما كانش فيه استعداد كويس ولا حتى كان شكلنا زي 90 يعني 90 كنا حتى لو خرجنا بعد الدور الاول لكن كان شكلنا افضل كتير ولو في مباراه واحده قدمناها قدام منتخب عملاق هو هولندا يعني. النتائج كانت لا باس بها يعني. طيب كابتن عصام، اسوأ قرار بتشوف ندمت عليه او لم يكن موفق او تبعاته ما كنتش راضي عنها على الإطلاق؟ أسوأ قرار في تفكير عميق في الموضوع واضح يا حقيقة يعني، مش ما يحضرنيش دلوقتي حاجة. تكليف مدير فني آخر يعني، ربما في يوم من الأيام في ناس انتقدت تكليفك لترديلي أو تعاقد مع ترديلي يعني. أنا مش مش عايز احصرها في دي يعني، بس خلينا تردلي، خليها تردلي. ليه زي ما قلنا كابتن حسن شحاته افضل قرار وحضرتك وعددت الاسباب، ليه تردلي بتشوف انه لم يكن قرار موفق؟ لانه بالحقيقه يعني انا مش بحملش القرارات في الفترات اللي انا توليت فيها مجلس الاداره رئاسه الاتحاد يعني للزملاء، لان انا ما كنتش ديمقراطي في فترات رئاسه الاتحاد. انا كنت حلو كلام برضو ده اعتراف تاني، كنت بتاخد القرار من طب هنا دور اعضاء الاتحاد الموجودين مع كابتن عصام ايه؟ دعم القرار يعني الموافقه عليه بس؟ ده المسموح لهم بيه؟ ما كنت باخد قرار وبنفذه يعني، الجهاز الاداري بينفذ اللي انا بقوله في الاتحاد. كان في ثقه في قراراتك او في توليك المسؤوليه؟ يعني فخدت القرار ده وكان قرار تاثرت فيه باسمه كلاعب يعني، باسم يعني. في فرق بين ان في لعيبه كتير قوي كانوا يعني نجوم عالميين ولما اتجهوا للتدريب فشلوا، وده ينطبق على تردلي، وده ينطبق على تردلي. هل صحيح انه كان رايح جاي مسافر طول الوقت بشكل او بمعدل مش معتادين عليه مع اي مدرب اجنبي، لدرجه اني اتذكر انه كابتن على ما اتذكر ناقد الرياضي الكبير الاستاذ فتحي سند كتب مقال كان عنوانه طار دلي، عمل بارودي كده على اسمه وكتب طار طه الف ر دلي يعني، كتب اسمه انه قال لك الراجل رايح جاي، الراجل في الجو طول الوقت ما بيقعدش اكتر من عدد ايام معين، ما مدى صحه الكلام ده وانه كان بيهدر الكثير من وقت تعاقده مع المنتخب؟ ما هو الفشل ده السبب الرئيسي، الفشل جاي من ان هو الى جانب مش مركز ودايما يعني مش حاسس بالامان وبيرايح جاي بيدور على شغل هناك. وهو من يعني الحاجه اللي ما تقدرش تحكم عليها بالنسبه للمدربين الناحيه الشخصيه، شخصيته شكلها ايه؟ متردد، بهزوز، لا يعتمد عليه، يدي طاقته كلها لكل تجربه ولا لا، ولا بيفضل عين في الجنه وعين في يعني النار. امين في عمله ولا مش امين، كل الحاجات دي يعني. برضو وانا كنت ساعتها برضو يعني ناقص معلومات عنه، ما جبتش معلومات شخصيه عنه يعني. وبرضو خدعنا الاسم الكبير، اسم كبير واللي حجمه كمدرب حضرتك شايف كفاءته كمدرب ما كانتش على مستوى خالص نجوميته واسمه كلاعب خالص. وده الحقيقه حصل في نماذج كتير جدا، ما عندناش اكتر من مارادونا. اين هو المدرب من اللاعب؟ لاعب اعظم الناس بتشوفه، اعظم لاعب جه في التاريخ على الاطلاق، والناس بتشوفه مدرب بعيد جدا عن مستوى كلاعب يعني. لم يقدم فشل 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 ذريع برضه في حته ده كتير. تجارب متكرره يعني، عمليات فشل بتتكرر. مش انا اللي جبته، لا طبعا مارادونا مش مسؤوليه الكابتن عصام عبد المنعم. طيب فتره 90 حضرتك فاكر الفترة دي ازاي؟ وكنت قريب من دوائر كرة القدم ومن المنتخب وفي كأس العالم 90، فاكر الفترة دي ازاي؟ لأن برضو كانت تجربة